مرحبا، درت السمك الحوت في الفران وغادي نقول لكم الطريقة اللي درت بها. إذا فنحتاج إلى بصلة وزوج فلفل، من بعد واحد زوج نتاع درس نتاع الثوم، وشوية القزبر ولكن شديته بواحد الخيط صغير، والطومات ثلاثة والبصل زوج تل ثلاثة. الا كان الحوت كبير فديروا هكذاك ثلاثة حتى ربعة، لان ما غاديش ندير فيه، انا ما درتش فيه الماء. وهذا الفلفل نقطعه كله، نقطعه فلفل هذا الاحمر وهذا الاخضر. العويدات نتاع القزبر هما اللي غادي نديرهم في تحت في هذاك المول الصينية نتاع الفران. من بعد غادي ندير عليه البصل، ملي غادي ندير عليه البصل غادي ندير عليه البطاطا. من بعد غادي نغطيه بهذا بالفلفل الاخضر وهذا والحمر. ومن بعد نكونو رقدنا هذاك الحوت سمك، رقدناه في درت الابزار ونديرو عليه زيت الزيتون، مهم الابزار وحتى الليمون والليمون مصير، الابزار الكركمه شويه الكمون وشويه السكينجبير، ونديرو عليه حتى عصير الليمون. من بعد ملي نديرو عليه عصير الليمون غادي نديرو عليه هذاك القزبر وطوماط وهذا حتى البصل. من بعد نديرو عليه مع فيه هو اللي مصير، فما درتش فيه الملح، اذا ما ديروش فيه اللي مصير فبلا ما ديروا له، ديروا فيه شويه الملح غير معلقه صغيره هكذاك. اذا ف هذاك حتى هذاك اللي مصير نديرو عليه شويه، كل شيء كان نديروه كيما نقولوا فتتوه عليه كله، نقطعوه شويه ونديروه، ونديرو واحد الكاس ربع نتاع ما فيش الماء ولكن فيه الزيت كتر، غير ربع ماشي بزاف، شويه زيت الزيتون. من بعد نديرو فيه هذيك السكينجبير الكركمه وهذا والابزار وشويه الكمون، ونحركوهم مزيان، هذوك هما اللي غادي نحطو عليه. من بعد غادي نديرو عليه بابيل سلفريزي وبابيل الومنيوم ونغطيوه مزيان. ومن بعد نديروه صافي في الفران 250 الاول كيكون ساخن. احنايا هو يبدي صافي هذا يطيب، صافي نقصولو مزيان ونخليوه يطيب، يطيب غير بهذاك الماء ديال الطوماط والبصل هو اللي غادي يطيب فيه، وهكذا وحتى نعرفوا بلي طاب قريب يطيب، صافي نقلعوا عليه داك البابيي باش هكذا يتحمر شويه من الفوق ولا عاد باش يكون مزيان باش يكمل الطياب ديالو، ونار مهيله هكذاك. وصافي وهكذا، ونديروا عليه شويه هذاك الماء ديالو الروا ديالو، غادي نديروا عليه كله شويه وصافي، ونخليه عاود يطيب حتى يطيب مزيان وصافي. وهكذا يكون ملي يطيب بلا ما هذا ما درتش فيه الماء. الا كان عندكم، انا درت حوت فيه اللي ما فيهش الشوك، نقدروا نديروا حتى الحوت اللي فيه الشوك داك شويه الكبير وشويه غليظ داك الحوت. اذا فهكذا ونقدموه، فانه يطيب، ما يطيب بلا الماء ديالو، غير بلا الماء ما نزيدوش فيه الماء، غير هذيك البصل وهذيك الفلفل الطوماط هما اللي غادي يديروا الماء، يطلقوا الماء وصافي، وكيكون مزيان. وهكذا انا قلت الطريقه ديالي، وشكرا للمشاهده.